السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا وسهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج فصحى حرة. وطبعا هذا البرنامج كيف ما تعرفوا نطل من خلاله بأهم ما تم تداوله على وسائط الإعلام الجديد، وهي صفحات التواصل الاجتماعي المعروفة. مشاهدينا الكرام، صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي ضجت بموضوع الاقتراع على تعديلات الدستورية المزمع تنظيمه في موريتانيا. هناك الكثير من المدونين ممن تفرقوا إلى بين خطين متوازيين. هناك مدونون كتبوا تحت هاشتاغ نعم للتعديلات الدستورية، يحاولون أو يريدون تمرير هذه التعديلات من خلال الاقتراع المقبل. كذلك مشاهدينا الكرام، الخط الآخر الموازي للخط الداعم للتعديلات الدستورية كتب تحته الكثير من المدونين تحت هاشتاغ لا للتعديلات الدستورية. إذن هناك هاشتاغ داعم للتعديلات الدستورية وهاشتاغ آخر رافض للتعديلات الدستورية. لهي تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام بعض التدوينات الداعمة للتعديلات الدستورية. هناك طبعا كثير من المدونين المعروفين في الساحة، بينهم إعلاميين وبينهم كذلك سياسيين وبينهم كذلك مواطنين عاديين، زادهم عندهم الرأي الخاص بهم حول الاقتراع على التعديلات الدستورية. إذا مشاهدينا اللي تشوفوا معنا التدوينة الأولى في هذه الحلقة، وهي طبعا تحت هاشتاغ نعم للتعديلات الدستورية، كتبها الإعلامي المختار العبداللهي. إذا المختار العبداللهي يقول في تدوينته على أنه يتطلع من خلال هذه التعديلات الدستورية إلى أن تتطور موريتانيا وكذلك أن تحمل هذه التعديلات الدستورية مزايا كثيرة للبلد ولصالح العباد والبلاد. مشاهدينا الكرام، تدوينة المختار العبداللهي علق عليها عدد كبير من المدونين، فيهم اللي داعمين للتعديلات الدستورية وفيهم مدونين آخرين رافضين لها. مدونين اللي داعم للتعديلات فيهم اللي يطرح شعار نعم للتعديلات الدستورية، وكأن هذا التعليق بحد ذاته على التدوينة وكافي. أيضا فمدونين آخرين علقوا على نفس التدوينة اللي داعم للتعديلات الدستورية اللي